صباح الخير أصدقائنا متابعينا. أرارات السياحة من أمام جبل أرارات. أمامنا جبل أرارات بقمتيها قمة ماسيس وقمة سيس. سبق وأن قدمنا تقرير عن هذا الموقع خور بيراف، تقرير مفصل عندنا على اليوتيوب. اليوم زرناها مع أصدقائنا مع أحد العوائل الأردنية وراح نتوجه إلى جيرموك. راح نحاول جهد الإمكان أن ننقل لكم لقطات مباشرة من جولتنا. طبعا هذه الجبال هي جبال أرمنية لكنها مختصبة منذ الحرب العالمية الأولى منذ 1915 في عهد الإمبراطورية العثمانية، حيث تعرض الشعب الأرمني إلى المجزرة الكبرى. هذه الجبال وبالإضافة إلى مساحة أراضي خلف الجبال تعادل ما يقارب ثلثين مساحة أرمينيا الحالية. هنا راح أقرب لكم المشهد إذا قدرت، ما أعرف واضح أو لا. نشوف هذا مرصد أمامنا أخضر، هذا مرصد أرمني، ومقابله أكو مرصد آخر ما أعرف إذا واضح لو لا، هذا مرصد أرمني، ومقابله أكو مرصد أبيض اللي هو مرصد تركي. إحنا قريب على الحدود، الفاصل بيناتنا وادي يجري فيه نهر آراكس. للأسف شديد ما نقدر نتقرب أكثر لأنه منطقة ممنوعة، وهناك نشاهد هسه أي حركة نشوفها عبر الحدود هناك هي الأراضي التركية.